اوكي مرحبا، صرنا في القسم 9.4 من كتاب لغة هاسكل، وعم نتابع في درس عن لوائح السرد عن الليستات، وبنحكي هلا هون عن شيء بسمى ليست، يعني سنتاكتيك شوجر تاع الليستات، اوكي الخاص بالليستات. ليست سنتاكتيك شوجر يعني معناته مبسطات لكتابة الكود تبع الليست، اوكي، او الشيء اللي بيحلل الكتابة او طريق نحوي يعني هيك. ف هاسكل عنده شوية هيك طرق مبسطة حتى سنتاكتيك شوجر، حتى يعني تتكيف ان استعمال الليستات، اوكي، وتظبط استعمال الليستات بشكل سهل، اوكي. فلذلك انت فيك تكتب انه مثلا هيك زائد 4 تطلع بهاي، بدل ما تيجي تكتب انت تعمل هيك لسه تعرفها بالطريقة الاساسية تبعها بهالطريقة، وبعدين تزيد عليها 4، الاربعة هايدي وهاي مع بعض بتكون لسه تانية، عرفت شو؟ فهو انه يعني التبسيط في الكتاب اللي صاير انه بسمح هون بسمح لك انك تبني لستات، اوكي، باستعمال تطبيقات متوالية للكونس، اوكي، شرط نقطة في بعض تبعية الستار، اوكي، الكونس على قيمة بدون يعني تجي تكتبها بشكل متعب، يعني عرفت شو؟ كل شوي واحد نقطة في بعض، واحد نقطة في بعض، عرفت شو؟ صعب كتابتها، اوكي. فنحن لما بنحكي عن الستار، نتكلم عن الستار، نحن عادة نتحدث عنهم باستعمال خانات كونس، اوكي، وشي تاني بنسميه سباينز، يعني سباين النخاع يعني، اوكي. فالتظبيط هذا، بالتظبيط الكتابي هذا، اوكي، او التحليلي هاي، بتغطي هالتطبيق او هالتأليف هذا الضمني اللي صاير، اوكي. فهاي بتكون الشغلة اللي هي مبينة زي الملح هيك مالحة، هاي طريقتها مالحة وهاي طريقتها حلوة، شو هيك انا اظن يعني، هيدي مرة هيك واحد يجي يكتبها، هاي بتكتبها انت مش مرتاح، اوكي، مش مبسوط، هاي بتكتبها انت مبسوط، اوكي، اسهل لانه هاي، اوكي، ما بتضطر تكتب فيها، تكبس حرف الشفت وانت عم تكبس على زر الشفت وانت عم تكتب، اوكي. لكن هاي كل شوي بتكتب حرف وشفت، حرف وشفت، حرف وشفت كل شوي، اوكي. فخانات الكونس هون هن يعني بالنسبة للتعريف، اوكي، هذا الستات تايب هنا هاي، تمام، الشقفة، تمام. فخانات الكونس هو مساحة هيك يعني فكرية، اوكي، مبدئية، اوكي، اللي هي القيم ممكن تسكنها، تمام. فا أو السباين أو النخاع هون هو ال يعني هو بيحكي زي السلسلة السلسلة العمود الفقري عند البشر، عارف شو؟ نفس الطريقة بهالطريقة، اوكي، نفس التركيب، اوكي. فهو ال يعني الهيكلية المتصلة، اوكي، اللي هي تحوي الخانات الكونس مع بعض، وبعدين مثل ما احنا راح نشوف قريبا، اوكي، هالهيكلية هاي او هالبنية هاي بتخلي الخانات الكونس تتعشعش مع بعض، اوكي، او بتصير تحوي بعش واحد خانات الكونس يعني، اوكي، بدل ما ترتبهم من اليمين لليسار، اوكي.
اوكي بسطر من اليمين لليسار. اوكي لانه دواء مختلفة ممكن تعالج هالسلسلة هاي اوكي وخانات الكونس بشكل مختلف. فهو من المهم انك تفهم هالبنية او بنية الستات بهالطريقة يعني. كيف فاذا نفهم الحالة كلها هاي اوكي انه انت بدل ما تكتب هيك الليستة تمام انت لازم انت طبعا تكتبها عد هيك وشرح لك شو السبب. اوكي كل وحده كل عنصر هون بيحل محل الكونس ليست الكونس سيل خانه كونس اوكي والفواصل فيك تعتبرهم هن مع بعض مع كل الاقواس كلها بتصير عندك عامله زي سلسله فقرات اوكي مثل فقرات الظهر اوكي سلسله فقرات الظهر. مثلا هذا هو عن يعني تبسيط الكتابه اوكي او ما يسمى سنتاكتيك شوغر تبع الستات. اوكي سلام.